المغربية تسم الحياة داخل البيت بمرح كبير وتدب فيه حركة وتسلية لحيوانات تعلم وتتعلم. وأعود اللحظة إلى ضيفي السيد حميد بويبيش عن جمعية إنقاذ الحيوانات في محنة. تابعتي معنا سي حميد، يعني كاين ملاجئ يعني خاصة، مبادرات خاصة، يعني شفنا سليمة في طنجة كيف اختارت هي أن تحقق واحد الحلم ديال الطفولة ودارت ملجأ في طنجة للحيوانات الضالة. اليوم كنتكلموا على صفر ملجأ يعني تابع للدولة، كيف يمكن أن نفهم يعني كل المبادرات الخاصة وكاين مجهود يعني في الطرف الآخر، يعني المجهود الرسمي غير موجود محتشم؟ فعلا هذا اللي كيبين لنا على ان ما كاينش اهتمام من المجالس البلديه بالاخص. وهنا كنشكر استاذه الملجا ديال إلغا، صديقة ألمانية مغربية تقيم هنا في مراكش، وهي اللي كتاخذ معنا أغلب الحيوانات اللي ما كنلقاو لهمش عائلات مستضيفة. ووقفنا عدة الوقفات أمام البرلمان نحث فيها المؤسسة الدستورية باش تعطيه اهتمام لهذا الميدان. وفعلا ودير ملاجئ، الحق الملاجئ عندهم تكلفة، ما يمكنش أي إنسان غير يمكن يدير ملجأ في كل مدينة، يكون عندنا ملجأ للحيوانات الضالة، وبهذا غنتحكموا فيهم ونتحكموا في التوليد ديالهم ونتحكموا في مرض الصقر اللي كيلقاوه كدليل باش يقتلوا الكلاب بالطرق البشعه. وكنشوف يعني كاين طريقه قاتل تسميم لتفادي انتقال الفيروس. نعم. يا سعار. نعم، وهذه غير ذريعه لقتل الكلاب. وحتى القتل شحال تيقتلوه؟ 5% اللي تيقتلوه في السنه، وحنا عندنا 2 مليون ديال الكلاب وتيعقموا. وهنا نشير لك على ان فعلا كاينه حمله وطنيه تعملها مؤسسه الدوله للتعقيم والتلقيح، وكتبقى اسبوع في السنه كيلقحوا فيه على ما رسميات ديال المؤسسات يقولوا 20-30% من الحيوانات اللي كتعقم. وهذا كيبقى دائما اسبوع غير كافي تماما، اسبوع غير كافي، واسبوع نحيدوه من السنه اللي كلها تقتيل. هذا الشيء يعني ما كيعطيش صوره مشرفه لهذا الوطن العزيز والمواطن المغربي اللي فعلا كيعيش على التضامن، واللي فعلا هو الانسان العاقل الوصي الحيوان. وهنا من بين النقاط اللي كتثير انتباه يعني في الجمعيه ديالكم، وانا كنتكلم معك قلتي انه في الجمعيه ديالكم مثلا انه كاين شي اشخاص يعني هما كيجيو طواعيه وكيبغيو يحتضنوا يعني يحتضنوا حيوانات، يعني واش كاين يعني اي شخص ممكن يلتجئ للجمعيه يعني كتكون متابعه انتم من طرفكم الجمعيه يعني لهذه الاسره الحاضنه لهذا الحيوان؟ بالفعل هو هذا عمل يومي، وكل يوم عندنا كلاب ضالة، ماشي الكلاب الضالة الصحيحة، يعني اللي كتكون في حالة متردية، إما مضروبة أو مجروحة أو مهرسة أو مريضة، تناخذها على العاتق ديالنا. ومن هنا كنشكر فعلا السيدة الرئيسة عفاف هرموش والمثابرة ديالها والحث ديالها في هذا العمل. اش كتوفروا اليوم يعني في داخل هذه الجمعية، يعني الإقامة، المتابعة؟ الإقامة، المتابعة، المأكل، السلامة ديالهم، وحتى التنقل، بحيث ما عندناش تنقل خاص ديال الحيوانات، كننقلهم في السيارات الخاصة. وكيف ما شرت لك من قبل، من رباط الدربيضة في سياراتنا فاش كنجيبوا الحيوانات وتسلمهم للعائلات المستضيفة. من بعد ما توقفتوا عند هاد الوقائع، يعني واش ما يعني انتم كمجتمع مدني مثلا مش كتنسقوش مع بعضياتكم مثلا كجمعيات وكتوصلوا يعني الرساله ديالكم لصاحب يعني اللي خصو يقرر في هذه المساله؟ يعني هو هذا الشيء تيوقع في الوقفات الاحتجاجيه اللي تقامت امام البرلمان في الرباط. كان المطلب ديالكم؟ كان المطلب ديالنا هو انقاذ الحيوانات وتفادي طرق يعني حضاريه تشرف هذا الوطن، وباش يكونوا ملاجئ ومآوي بدل القتل البشع والتتبع. وهنا غتحكموا في الكلاب الضاله وغادي نلقاو حل يعني جذري، ما نبقاوش حنا دائما ندور فلك فارغ بالتقتيل، وكل سنه قانون يحمي هذا القانون يحمي الكلاب من الانسان.